أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. صدق الله العظيم.